كما يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي الإعلامي الأستاذ عبدالله المطوع. مرحبا بك أستاذ عبدالله في نشرة الثامنة. وكما نعلم بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تطرق في كلمته التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين إلى العديد من النقاط، كيف ترى أبرز ما جاء فيها؟ شكرا جزيلا لكم على هذه التغطية وعلى هذه الاستضافة. حقيقة خطاب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات حفظه الله ورعاه هو خطاب استراتيجي لكل مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرض دولة الإمارات، هي تأكيد واضح على القواعد الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ التأسيس على يد المغفور له طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان. وأيضا كان هناك في حديث سموه رسم بكل شفافية ومصداقية للمرحلة المقبلة لدولة الإمارات، والتي هي استمرارية الإنجازات والانطلاق نحو المستقبل مزهر لأبناء دولة الإمارات ولدولة الإمارات. أيضا خطاب سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه يجسد روح الاتحاد ونجاح هذا الاتحاد منذ التأسيس في نهضة وتقدم دولة الإمارات اللي عمرها قصير لكن إنجازاتها عظيمة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وهذا واضح حقيقة بما تشار إليه دولة الإمارات بالبنان في جميع المحافل الدولية. وأيضا نقطة مهمة في أول دقائق من حوار سموه على أهمية العنصر الأساسي والمحور الأساسي والأول والثاني والثالث هو المواطن، تنمية المواطن وبناء جيل من أبناء دولة الإمارات يواكب التقدم والعلم والتكنولوجيا ويرسخ مكانة دولة الإمارات. حقيقة سموه يعني يراهن دائما على أبناء دولة الإمارات من أبنائها وبناته. أيضا واضح أيضا من رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة حفظه الله ورعاه بأن دولة الإمارات على المستوى الإقليمي والعالمي هي واضحة في رسالتها وأهدافها وانفتاحها نحو العالم ودعمها لملف السلام حقيقة، وأيضا مسؤولية الحفاظ على هذه المكتسبات لدولة الإمارات والمنجزات هي مسؤولية ليست فردية ولكن مسؤولية تشمل الجميع والكل، مطالب من مواطن ومقيم للحفاظ على هذا الإنجاز. أيضا خطاب سموه في سياسة الإمارات الخارجية واضح جدا، وعلى قائمة هذه المبادئ الراسخة سيادة وأمن دولة الإمارات. سيادة دولة الإمارات وأمنها خط أحمر لدى قيادة دولة الإمارات منذ التأسيس وحتى اليوم في عهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. تعزيز مثل ما أشرنا السلام والتعاون بين الشعوب والعمل من أجل رفاهيتها في إطار الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل بما يضمن مستقبل الأجيال المقبلة. هذه حقيقة رسائل استراتيجية بنظرة ثاقبة لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد الذي يكمل حقيقة هذه المسيرة الاستثنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة. مثل ما أشرنا سياسة واضحة، حديث كان أكثر من رسائل مختلفة للمواطن والمقيم وأيضا للخارج. نعم من دبي الإعلامي الأستاذ عبدالله المطوع، شكرا جزيلا لك.